4 سنين عدوا تقريبا من ساعة بداية الجيل الحالي اللي من أول ما بدأ ممكن نقول إن السمة أو النوع الألعاب اللي انتشر فيه بشكل كبير هو ألعاب العالم مفتوح. يمكن وأنا بكتب الكلام اللي هقوله في الفيديو ده لاحظت إن في ألعاب أنا ناسي إنها نزلت أصلا، وإحنا بنتكلم عن نوع ألعاب مش جديد تماما. ألعاب العالم المفتوح موجودة واتزرعت بذرتها من 33 سنة بلعبة سبيس سيميليتور اسمها إليت، ومع توالي الأجيال ألعاب العالم المفتوح بدأت تظهر وتنتشر بس ما كانتش منتشرة بشكل كبير لحد الجيل اللي فات مع التطور التقني للمحركات اللي بتتعمل بيها الألعاب والتقدم التقني في مستوى الهاردوير بتاع أجهزة اللعب سواء بقى كونسولز أو بي سي. بدأ مطورين يغامروا بأن هم يدوا مساحة لعب كبيرة من خلال مدن ضخمة أو أن الموضوع يكون واقعي شوية من خلال سلاسل زي جي تي اي اللي تحولت من لعبة ماشية بنظام توب داون فيو للعبة 3D للعبة بتقدم عالمها بشكل واقعي زي ما بنشوف حاليا، وتقدمت سلاسل كتيرة على أساس التصميم ده واللي بقى جزء كبير من هويتها، والتجربة بتاعتها كانت مميزة بسبب التصميم ده وقت نزولها. بس برضو ألعاب العالم مفتوح لحد آخر الجيل اللي فات ما كانتش بنفس الكم اللي احنا بنشوفه حاليا، والكم الكبير ده بدأ يخلينا نلاحظ عيوب ومشاكل في التصميم، وفي تعليقات ابتدت تظهر عندنا عن مدى استفادة الألعاب من العوالم المفتوحة اللي هي بتقدمها، والعيوب والملاحظات اللي ممكن تتقال عن الألعاب اللي احنا لعبناها في الجيل الحالي كانت من الممكن تعتبر مش ملحوظة في الجيل اللي فات مع ألعاب شركة زي يوبيسوفت على سبيل المثال، فألعاب زي Assassin's Creed وFar Cry، وكانت حاجات زي كده ممكن تعتبر ميزة حتى في كم المحتوى اللي بتقدم، أو حتى كنا ممكن نلاحظ عيوب في بعض الألعاب التانية بس ما كناش بنعتبر العيوب دي حاجة كبيرة دمرت التجربة، زي عدم الاستفادة من العالم المفتوح اللي بتقدم بشكل كبير في ألعاب زي Alien War وMafia 2. لكن في الجيل الحالي لما الألعاب دي كترت العيوب بدأت تتلاحظ وما عادتش الطريقة اللي بنبص بيها ناحيتها زي الأول. طب نيجي نسأل سؤال مهم، هي امتى المشاكل ابتدت تظهر عشان نبتدي ان احنا نعلق عليها؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده لابد ان احنا نعرف حاجة مهمة، صناعة الألعاب بتتأثر بالأمثلة الناجحة تجاريا. لما لعبة تقدم أي فكرة أيا كان مستواها وتنجح بشكل تجاري وجماهيري، الشركات التانية هتبتدي تحب انها تقلدها. شركة يوبيسوفت في الجيل اللي فات كانت مقدمة النجاح التجاري والنقدي والجماهيري في سلاسل كبيرة، عرغم ان نقديا الوضع مستمرش على نفس المستوى، بس الالعاب كانت بتنجح بشكل تجاري بسبب الفان بيس اللي ورا الالعاب دي، ودي حاجة خلت عين الشركات التانية تزغلل ويحب ان هم يعملوا العاب تكون بنفس التصميم لعل وعسى ينجحوا نجاح تجاري لالعاب زي فار كراي او اساسنز كريد. وده بسببه شفنا ألعاب كتيرة جدا في بداية الجيل الحالي والحقيقة مازالت مستمرة في النزول متبعة نفس الشكل والتصميم اللي بعض الناس ابتدت تقول عليه يوبيسوفت فورملا، اللي تقريبا يوبيسوفت بيحاولوا ان هم يخلصوا منها في الوقت الحالي، وابتدوا تدريجيا من ساعة ما قدموا واتش دوجز 2. فاللي بدأ يحصل ان بقى عندنا ألعاب كلها شبه بعض، كلها شغالة بفكرة الشيك ليست، او ان الخريطة ما هياش الا قائمة كبيرة لنشاطات متكررة، او ان اللعبة مثلا فيها 5 انشطة كل نشاط بيتكرر بتاع 10 مرات مثلا. الكلام ده لحد 2012 كان ممكن يكون مقبول، كان بيتقال ان ده محتوى بيدي قيمة للعبة، بس ابتدينا نحس بكسل في نقط مهمة جدا في تقديم اي لعبة عالم مفتوح، وهي انك انت بتستفيد منه ازاي والغرض منه ايه، وهنا الشكاوي والانتقادات ابتدت تظهر. فالنقطة الاستفادة او الهدف من العالم مفتوح دي الحاجة اللي انا عاوز اناقشها معاكم من خلال كذا لعبة، بالاضافة لتعليقات تانية على جوانب التصميم. ومن الممكن ناخد بالنا من بعد كل ده ان العاب العالم مفتوح تصميم ممكن يكون فيه عيوب في التصميم بشكل عام، حتى مع اعظم الالعاب بيكون فيه عيوب ملحوظة. تعالوا نتكلم عن اول استغلال لألعاب العالم مفتوح، هو الاستغلال لغرض عرض نظام معين موجود في الجيم بلاي وموجود في اللعبة بشكل كامل. المثال الاول لحاجة زي كده هي Shadow of Mordor اللي نزلت في 2014. اللعبة دي من الامثلة اللي تشد الانتباه في طريقة تعاملها مع العالم بتاعها، وازاي انه عالم من الممكن ما يختلفش عن الالعاب اللي ماشية بنظام الشيك ليست، او لعبة ممكن بتعيد استخدام الكومبت سيستم بتاع سلسلة باتمان اركام وبس. بصراحة ده الاحساس اللي ممكن اي حد ياخده من اول كام ساعة لعب لما نلعب فيها Shadow of Mordor، لحد ما نقابل الفكرة مميزة في اللعبة وسبب اتجاه اللعبة للعالم مفتوح هو النيمسيس سيستم. النيمسيس سيستم كان عبارة عن ادارة صراع من وراء الستارة
خلافات وتحالفات سياسية مع الأوركس في موردور، واسلوب الإدارة ده كان محتاج يكون موجود وسط عالم مفتوح عشان يظهر بشكل كبير في المناطق والمعسكرات اللي بتقع تحت سيطرة اللوتالنتس اللي انت بتحاول تقضي عليهم او تحاول تضمهم كحلفاء ليك وتستفيد منهم. هنا اللعبة كان ليها مبرر انها تكون لعبة عالم مفتوح بتقدمها الفكرة مبتكرة، لكن في بعض العيوب او ممكن نقول نقص في استغلال عالم اللعبة، لان زي ما قلنا من شوية بدون النامس السيستم ده عالم اللعبة ما كانش هيكون ليه اي قيمة اطلاقا. فاللي كان ناقص في اللعبة دي انها محتاجة يكون فيها استغلال النمس السيستم في مهمات جانبية مثلا، او التفرع منه ان يكون فيه استكشاف للعالم بتاع اللعبة. الجزء اللي جاي ممكن يكون بيحاول يلعب على استغلال النقط دي ويخلي العيوب اللي كانت موجودة في الجزء اللي فات مميزات، بس في 2014 وقت نزول اللعبة كان مستواها جيد جدا، بس ممكن كانت تستغل مميزاتها وعالمها بشكل افضل. المثال الثاني الأنظمة في عالم اللعبة، لعبة زي Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. اللعبة هنا قدمت نظام ذكاء اصطناعي ممكن يكون مختلف بشكل كبير عن أي نظام في أي لعبة تانية، مش في حتة ردود الأفعال بتاعت الحراس نفسهم، بس في نظام إن عالم اللعبة بيبقى فيه ردود أفعال بعيدة المدى على أسلوب لعبك. الخريطتين الموجودين في اللعبة بتوزع فيهم معسكرات أو مناطق، أسلوبك في اللعب في كل معسكر بيخلي مرورك من خلاله في المرات اللي جاية في مقاومة لأسلوب اللعب ده، فيما معناه إنك أنت لو رحت معسكر وقتلت الناس بهيد شوتس هيبتدوا يلبسوا خوذ، بعد كده تبتدي تقتلهم بطلقات في الجسم هيلبسوا فيستس ضد الرصاص، هتروح المعسكرات دي بالليل هيستخدموا نظارات رؤيه ليليه، وهكذا. في رده فعل دايما بتتقدم وبتختلف من معسكر للتاني بتجبرك تلعب باسلحه اقوى او تشوف اساليب مختلفه في انك انت تتعامل مع الحراس والمواجهات اللي فيها. وعالم اللعبه كان معمول بنفس نظام النمس السيستم في شادو اوف موردور ان هو يكون ملعب للنظام ده، بس يمكن برضو The Phantom Pain كانت فيها مشاكل بتتلخص ان العالم بتاعها كان ممكن يستغل بشكل اكبر، وخصوصا مع نظام الاي اي اللي هي بتقدمه. Phantom Pain ما كانتش اكتر من تطوير لنظام مهمات Peace Walker، انك انت بدل ما بتروح من معسكر للتاني بينه وبين بعض لودينج سكرين، لا هنا هيكون في احساس بالواقعيه من طرق ومناطق طبيعيه بتوصل المعسكرات دي ببعض. طب الاستفاده كانت ممكن تحصل ازاي في اللعبه؟ هنا انت في اللعبه بتعرض مناطق زي افغانستان في فتره الغزو السوفيتي، ممكن كنت تعمل احداث عشوائيه بتحصل في العالم ده زي معارك صغيره، كنت ممكن تعيد بقى من خلال حاجه زي كده استخدام فكره انك انت تقف جنب طرف من اطراف المواجهات دي زي الجزء الرابع، وتلاقي الطرف اللي انت وقفت جنبه تلقائيا بيساعدك. وممكن كنت تبين اكتر الاحتلال السوفيتي لافغانستان او سيطره مرتزقه تابعين لشركات التعدين في انغولا في تفاصيل عالم اللعبه من حواليك، ويكون في استعراض للقصه بشكل ملفت للانتباه من خلال تفاصيل العالم نفسه، بدل ما يكون العالم نفسه فاضي بره المعسكرات اللي انت بتقتحمها. لكن عموما اللي اتقدم في نظام الذكاء الاصطناعي بتاع ذا فانتوم بين واستغلاله في العالم مفتوح، كان في لعبة مؤخرا انا شخصيا شايف انها كانت ممكن تستفيد منه، خصوصا انها لعبة بتتشارك مع ذا فانتوم بين في نفس اسلوب تصميم المهمات المفتوح اللي بيخليك تشوف انت عاوز توصلها وتنفذها ازاي، وهي جوست ريكون وايلدلاندز. اللعبة دي كانت فرصتها كبيرة في استغلال نظام AI شبيه، ويدي ولو مبرر صغير لضخامة اللعبة وتقبل اسلوب مهمات الشيك لاست اللي كان موجود من خلالها اللي كان فيه شوية تكرارية. طب نطلع من هنا لاستغلال تاني للعالم مفتوح مشي في سلسلة بشكل كويس، لكن ما استمرش للأسف مع باقي أجزائها. والاستغلال ده انك انت تقدم مراحل كتيرة متصلة ببعض من خلال عالم كبير، وتخليك تحس انك انت في متاهة كبيرة، والسلسلة دي هي باتمان أركم. عشان نفهم ونستوعب باتمان أركم من خلال جزئات تاني وهو أركم سيتي، كان تحويلها للعبة عالم مفتوح شيء مناسب جدا، وازاي بعدت عنه لابد ان احنا نفهم هو اصلا باتمان أركم أسايلم الجزء الاولاني ايه فكرة المتاهة والمراحل المتصلة ببعض دي. الفكرة دي في تصميم الالعاب بيتقال عليها مترويدفانيا، مصطلح جه من اسم لعبتين مترويد برايم وكاسلفانيا، وده جه خصوصا من اجزائهم القديمة اللي كانت العاب بلاتفورمر تصميم مراحلها بيكون متشعب ومتصل ببعضه، وفي اماكن مختفية كتير، ودايما يخلي عندك فضول في استكشافه في وسط حالة من التوهان والضياع في المراحل المعقدة دي. في باتمان أركم أسايلم كان في استغلال كبير لشكل قريب من المراحل والتصميم ده، وكان مناسب لمستشفى أمراض عقلية وسجن المجرمين خارقين. فالتطور الطبيعي للتصميم ده انك انت تتوسع اكتر، تشمل مدينة صغيرة بتقدم مناطق داخلية اكتر مرتبطين ببعض من خلال شوارع المدينة دي.
فأركام سيتي بشكل ممتاز استغلت العالم مفتوح عشان توسع أكتر من ميترويدفانيا الجزء الأول، وده تصميم فات بشكل كبير إن يبقى فيه لحظات كتيرة جدا مميزة في أركام سيتي، زي المهمة اللي بتوصل فيها لراش الجول مثلا. اللعبة كانت مقدمة عالم متصمم بشكل كويس، حجمه معقول، ونقطة الحجم دي كانت هي كلمة السر في ان عالم اللعبة يبقى حلو، لان بداية من أركام أوريجينز وأركام نايت الوضع اتغير مع نقل السلسلة لجوثام سيتي اللي هي كانت كبيرة في الحجم وتقريبا بحوالي 4 أضعاف أركام سيتي تقريبا. وفكرة الحجم دي هنجلها بعد شوية من وجهة نظر مختلفة، بس الاتجاه للحجم الكبير نتج عنه ان في أركام أوريجينز وأركام نايت التخلي عن حاجة مميزة في أركام سيتي، وهي حالة الميترويدفانيا اللي كانت موجودة فيها. تقريبا الاستغلال ده للعالم مفتوح كان ممكن نقول ان هو مش هيكون مناسب مع حجم جوثام سيتي، ما اعتقدش. فعموما اللعبة تحولت من المدينة المتصممة عشان متاهات موجهة مخصوص لمهمات جانبية واساسية محددة لنفس الحالة اللي جبنا سيرتها من شوية، نظام قائمة من النشاطات جانبية او شيك ليست. باتمان أركام أوريجينز وأركام نايت مستحيل نلاقي فيهم إحساس الميترويدفانيا اللي شفناه في أركام سيتي. اللعبة أخدت اتجاه ألعاب الأكشن أدفنتشر اللي فيه الدي إن إيه بتاع ألعاب يوبيسوفت، حتى في حاجات أشبه بالأبراج هي هي في ألعاب يوبيسوفت ظهرت هنا، النشاطات الجانبية الأشبه بالأوت بوست برضو ظهرت هنا، وحتى أنا فاكر كويس جدا في 2013 مع نزول أركام أوريجينز كان في تعليق من واحد من المراجعين وهو آدم سيسلر لما كان شغال في قناة ريف 3 جيمز، قال إن في ظاهرة بدأت تظهر في ألعاب العالم مفتوح حاليا متأثرة بشكل كبير بأسلوب طالع من استديوهات الألعاب الموجودة في مونتريال بكندا، وطبعا أكبر استديوهات يوبيسوفت موجودين هناك. Which curiously borrow from Ubisoft Montreal's games with communication towers that must be hacked to reveal fast travel points and other collectibles on the map. Seriously, what is up with Montreal and this gameplay device? مشكلة ان هنا سلسلة باتمان أركام فقدت جزء من هويتها، واسلوب استغلالها للعالم المفتوح المميز بدأ وانتهى مع أركام سيتي. أركام نايت كانت لعبة ممتعة ولعبة حلوة جدا، بس برضو عانت من نفس مشكلة بتاعت الشيك ليست، وان عالم اللعبة على الارض الغرض منه ملعب للبات موبيل بس، واللي فيه اختلافات وانقسام كبير جدا في اراء الناس عنها، ده غير ان المهمات والمواقف الجانبية ما كانتش مميزة قد مواقف أركام سيتي. طب تعالى نتكلم عن ألعاب أنا شخصيا شايف منها حسن استغلال العالم مفتوح بتاعها بشكل كان مميز من خلال فكرة معينة وهدف لكل لعبة، والهدف ده خلى التجربة في الآخر كانت مرضية. أول فكرة من الألعاب دي هي استغلال العالم مفتوح اللي بتقدمه في استعراض جيم بلاي لوب. الجيم بلاي لوب فكرة ممكن تتقال إن اللعبة بتخليك دايما وانت بتلعب بتعمل خطوات معينة، كل خطوة بتتمثل في ميكانيك زي الشوتينج أو الستيلز أو الاعتماد على RPG Elements وخلافه. عشان نوضح الموضوع ده أكتر وأنهي لعبة استخدمت الموضوع ده كويس جدا، لعبة نزلت السنة دي وهي Horizon Zero Dawn. Horizon أكبر ميزة فيها إنها إعادة تقديم حاجات شفناها في ألعاب كتيرة قبل كده، وخصوصا سلاسل زي Far Cry و Rise of the Tomb Raider، وكان ده بشكل ممتع وبتضيف أفكار جديدة من عندها على الأفكار اللي هي بتعيد تقديمها. لكن هي ضافت دايرة أو لوب أنت بتمر بيها في التعامل مع الروبوتس في عالم اللعبة بمستوى الذكاء الاصطناعي بتاعهم، وده كان الجانب المميز في اللعبة، انك انت دايما بتشوف الرابتس دول نقاط ضعفهم ايه هي سلوكياتهم في المواجهات وماشية ازاي، وبتختار السلاح المناسب والإليمنت الدامج المناسب ضد الروبتس، وتكون جاهز بكمية ذخيرة تقضي مدة المواجهة، وتبتدي تشوف المواجهات هتقف فين وتتحرك ازاي. عالم اللعبة استغل بشكل كويس ان هو يبقى ملعب انك انت تمر بالدايرة او الجيم بلاي لوب ده طول الوقت وبشكل طبيعي جدا، ويحطك قدام تفاعل مؤثر وممتع مع حياة برية، وان في قطعان دايما بتمر جنبها بتصطاد منها الروبوتس او بتمثل خطر عليك، وتحس ان العالم اللي حواليك حي ومليان. العاب كتيرة جدا من ممكن انها تعمل نفس الكلام وتملي العالم بتاع اللعبة بكم كبير من الوحوش او الحيوانات او اي نوع خطر عليك، بس مش هتخلي تفاعلك ومواجهتك مع اي حاجة بتمثل خطر عليك زي ما Horizon Zero Dawn عملت، فده يخلي اللعبة هنا كانت تجربتها ممتعة ومرضية، وجايز ممكن نلاقي فيها نقاط سلبية صغيرة زي ان الاستكشاف ما كانش مقتصر الا على حاجات صغيرة بشكل بسيط جدا، وما يخليش فيه حاجة جانبية او اضافية انك انت تستثمر وقت في اللعبة الا من خلال بقى انك انت تفضل مندمج مع الجيم بلاي لوب دي اللي احنا اتكلمنا عنها. المثال اللي بعد كده يمكن في ناس كتير عارفة ان انا هتكلم عنه، وهي
The Witcher 3. The Witcher 3 كلعبة RPG جزء كبير من RPG elements بتاعتها مرتبط بالقصة، استخدمت العالم بتاعها للقصة دي تحديدا. بصوا عشان نبقى صراحة مع بعض، The Witcher 3 ممكن ما تكونش اقوى لعبة عالم مفتوح في تقديم عنصر الاستكشاف. انت ممكن تستكشف حاجات كتيرة في اللعبة بس مش زي الامثلة اللي هنجيب سيرتها بعد شوية. بس The Witcher 3 استخدمت عالمها كأداة عرض قصة بشكل ممتاز وعظيم، وعلى طول مهتم انك انت تعرف وتشوف تأثير التفاصيل القصة على العالم ده وساعات تأثير اختياراتك انت. اي حد لعب The Witcher 1 و The Witcher 2 عارف ان في صراع سياسي معقد جدا بين ممالك في الشمال وامبراطورية عاوزة تحتلهم في الجنوب، وفصل الثالث في الجزء الثاني كان قادر ان هو يعرض الكلام ده بشكل كبير. وطبعا في نتيجة بتنتج عن حاجة زي كده وكانت حرب على مجال واسع. الجزء الثالث مع اتجاه ان هو يعرض قصة شخصية شوية لواحد بيدور على بنته بالتبني، مركز بشكل كبير على الجزء ده من السياسة، لكن لازم يحصل على الاقل اي تنويه لاثار الحرب بين امبراطورية نيلفجارد وممالك الشمال. ففي لغة السينما ساعات بيتقال على واحد من اساليب عرض القصص Visual Storytelling، او الاستعراض المرئي او استعراض القصة بالصورة. على مساحات كبيرة جدا في The Witcher 3 كان في استعراض لحاجة زي كده بشكل كبير، لأراضي حصل فيها معارك وبتشوف أثار المعارك ديت، لكرة بتعاني من فقر كبير وأثر الحرب عليها، في حاجات تانية كتير من تأثير حرب العصابات على نوفي جراد والفروقات الطبقية الموجودة هناك. ممكن تشوف مناطق بتشع شر زي مستنقعات كروك باك وانت رايح تقابل كرونز، وشكل وطبيعة المستنقعات دي تقولك انت رايح تشوف ايه. The Witcher 3 استغلت النقطة دي بشكل كبير في عالمها والتفاصيل بتاعته، ووصلت لدرجة انك انت ممكن تشوف تأثير مرئي على بعض الكرة لما بتاخد قرارات معينة في القصة. ف The Witcher 3 خلت العالم بتاعها بشكل كبير مستغل في عرض قصة او حالة او وضع عالم، وده اسلوب كان موجود في بعض العاب روكستار بس CD Projekt اخدوه لمستوى اعلى وافضل. وممكن بعض الناس تشوف ان النقط اللي انا اتكلمت عنها كانت موجودة في المهمات الاساسية والجانبية وارتباطهم ببعض من الاحداث وحضور الجيم بلاي وسطهم، بس نحط في اعتبارنا نقطة، The Witcher 3 حطت لعرض القصة مستوى علوي من خلال المهمات بتنوعها، بس في حاجة ممكن نقول عليها مستوى سفلي من خلال عالم اللعبة والتفاصيل المرئية اللي موجودة فيه. حاجات زي كده بتخلي فيه شوية استكشاف موجودين في The Witcher 3 بس ما كانش بنفس مستوى ألعاب تانية تخليك تتوه في عالمها وتوصل لأماكن غريبة وجديدة وفي كهوف ودانجنز والكلام ده. خلي بالكم أنا بقول مش بنفس المستوى، مش اللعبة ما فيهاش استكشاف خالص. طب أنهي ألعاب استغلت العالم بتاعها كمساحة ضخمة للاستكشاف وإنك أنت تتوه في العالم ده وتفضل حابب تشوف كل ركن فيه بيقدم إيه؟ في أمثلة ممكن نعمل بيها فيديوهات مش فيديو واحد، لكن ألعاب زي شركة بساسدا زي فول أوت وإلدر سكرولز كانت أمثلة ممتازة لحاجة زي كده. لعبة زي سكايرم كان الواحد ممكن بعد لما يخلص أول حتة في القصة يلاقي نفسه رايح جاي يشوف حاجات ويخش أماكن ويشوف مواقف ممكن تخلي أول ساعات تجربة لأي حد تفاصيلها مختلفة بشكل كبير عن الشخص التاني. وفي لعبة زي فول أوت 4 أنت ممكن تمشي تلاقي نفسك جنب كهف فضولك يدفعك تدخله، تلاقي نفسك تهت جواه وتفتح لك مهمات جديدة أو حتى يتم مكافئتك على الاستكشاف بشكل ممتاز. لكن مؤخرا والسنة دي تحديدا في مثال كان مبهر وبشكل غير متوقع في تقديم عالم مفتوح غرضه الأساسي هو الاستكشاف بشكل مبتكر، وهي Legend of Zelda Breath of the Wild. أول ما تم الإعلان عن اللعبة دي كان الانطباع عن فكرة اتجاه العالم مفتوح هو ماشي لعبة جديدة بتركب الموجة وشكلها ممكن تبوظ السلسلة، بس الحقيقة الواحد كان غلطان غلطان جدا جدا. شخصيا ما توفر ليش وقت كتير ان انا العب Breath of the Wild الا تقريبا 10 ساعات متقطعين كمان، بس انا كنت منبهر باللي شفته من خلال العشر ساعات دول، خلوني فعلا بشوف افكار جديدة اللعبة بتتعامل بيها مع العالم مفتوح بتاعها. في Breath of the Wild في تشجيع على استكشاف العالم اللي قدامك من اول لحظة بتبتدي فيها اللعبة، لدرجة من ممكن تخليك تروح للمين فيلن من اول اللعبة لو انت حابب انك انت تاخد علقة موت على دماغك. فاللعبة بتخلي بين اول لحظة واخر لحظة فيها حالة من الاستكشاف بكامل حريتك، وده اول حاجة قدامنا. تاني حاجة اللعبة بتخصص كامل مميزات العالم مفتوح اللي قدامك لخدمة عملية الاستكشاف من طبيعة البيئة للمكان او حالة الجو، وفي حاجات زي اتجاه الهواء وسرعته او ان المطرة تخليك على اي سطح بتتزحلق او التسلق بيبقى اصعب، ومع كل ده في عملية استغلال لكل ادواتك في عملية الاستكشاف بشكل حلو جدا،
ومفيش اي اداة موجودة معاك مالهاش لازمة. ابسط مثال على حاجة زي كده ممكن اي حد يشوفه، ان لو انت قدامك مساحة مزروعة وضربت عليها السهم مولع نار، النار هتنتشر فيه شوية شوية، وبعد كده هتجرب الحصان تنط على النار دي وتفتح الباراشوت، هتلاقي نفسك الهواء السخن اللي طالع من النار حدفك لمسافة عالية واسرع. اللعبة ما اقترحتش عليك انك انت تعمل حاجة زي كده، ما ادتلكش اي ملحوظات انك انت ممكن تستفيد من ادواتك بالشكل المبتكر ده. حتى انا شخصيا بشوف فيديوهات لناس بتستغل الادوات بتاعتها بحاجات يعني ممكن ما تكونش متوقع. فاللعبة حطت كل ميزة ممكن تكون موجودة في العاب عالم مفتوح تانية لخدمة عملية استكشافك للعالم بتاعها. حد يقدر يطلع باستفادة بشكل مركب ومعقد لميزة انتشار النار في لعبة زي فار كراي، او حركة الهواء الواقعية والمتغيرة في لعبة زي واتش دوجز؟ تقريبا قليل جدا جدا من العاب العالم مفتوح بنلاقيها ان هم فكروا بنفس الاسلوب بتاع بريث اوف ذا وايلد. في الالعاب بتاعت بيسازدا الفضول هو اللي بيدفعك لانك انت تستكشف، لكن هنا الفضول هو الخطوة الاولى في عملية الاستكشاف دي، وبعد كده انت بتاخد خطوات تانية عشان تنفذه مستغل فيه عالم بتفاصيله وحيويته والادوات اللي معاك. كأن اللعبة بتعمل سيميوليشن او محاكاة للاستكشاف نفسه باسلوبها. يمكن لو احنا بصينا شوية على كلام مخرج العابه اتبنت على فكرة السيميوليشن او المحاكاة، والشخص ده هو وارن سبيكتور. كنت اتفرجت من فترة على فيديو بيتكلم عن فلسفته في تصميم الالعاب. هو ما عملش ولا لعبة عالم مفتوح في حياته، بس فلسفة تصميم العابه زي بعض اجزاء التما او اول اجزاء ديوس اكس او سيستم شوك من الممكن يبقى ليها تأثير على العاب عالم مفتوح كتيرة، وفي جزء منها هنا في بريث اوف ذا وايلد، وده في حتة السيميوليشن اللي انا قلت عليها. لو احنا شفنا كلام وارن سبيكتور عن السيميليشن هنفهم الفكرة اكتر، وهي ان العملية اللي بتخليك قبل ما بتستكشف المساحة او المكان اللي انت فيه بتخليك انك انت تقدر تستكشف وتتعرف على مساحة من الفرص اللي فيها اختلاف في اساليب اللعب ودرجات الاستمتاع وطرق حل المشاكل. في Legend of Zelda Breath of the Wild مساحة استكشاف الانظمة اللي بتبنيها اللعبة فوق بعض بتخلي عالم اللعبة مستغل بشكل عظيم. فدي كانت امثلة الالعاب كلهم قدموا في تجاربهم اسباب لانهم يبقوا العاب عالم مفتوح، والاسباب دي كانت افكار فيه منها اللي كان ممتاز من ممكن التأثر بيه، لكن الالعاب نفسها كانت عاوزة تاخد خطوات اكتر لقدام تستفيد اكتر من العالم اللي بتقدمه، او العاب ابتدت كسلاسل بتقدم استغلال فريد من نوعه بس للأسف بعدت عنه مع الوقت، او العاب كانت فعلا مخليه العالم بتاعها مرضي جدا ايا كانت الاستفادة او الفكرة الاساسية ورا استغلاله. لكن في بعض القرارات في التصميم موجودة في بعض الألعاب عاوز مننا أحط قدامكم، إن ألعاب العالم مفتوح برضو حتى مع الألعاب العظيمة والممتازة في عيوب أو في حاجات محتاجة يتم إدارتها بشكل أفضل. أول نقطة الحجم، قد إيه حجم العالم المفتوح اللي بتقدمه الألعاب بيكون سلاح ذو حدين، بيحصل من وراه سلوكيات من بعض الناس بسبب إن الحجم ممكن يخليهم يزهقوا شوية. في السنين اللي فاتت مطورين كتير بيجوا يقولوا لنا لعبتنا قد الجزء الفلاني مش عارف بتاع مرتين ثلاثة، ومش هنروح بعيد في أمثلة لحاجات زي كده اتقالت مع Assassin's Creed Origins. في تصريح طلع بان حجم خريطة اضعف خريطة سيندكت، او ان خريطة سبايدر مان مرتين حجم خريطة سانسيت اوفر درايف، ودي تصريحات يعني للأمانة بقيت لما كل بسمعها بحط ايدي على قلبي وبقول ربنا يستر. الحجم ما عادش ميزة في ألعاب كتيرة، لأنك أنت كل ما تمط وتكبر في عالم اللعبة بتاعك بيحصل مشاكل كتيرة جدا، خصوصا لو أنت مش هتعرف تشد اللي بيلعب للفراغات في التنقل من مكان للتاني، وإن اللي بيلعب بيبقى عارف إن الموضوع ما عادش مثير للانتباه أو مفيش حاجات كتير وهو بيتحرك تلفت انتباهه أو يعملها، ولا إراديا بيتجه للفاست ترافل. فتأثير الحجم طبعا نسبي من لعبة للتانية، حتى أفضل الألعاب الحجم ساعات ممكن يكون مؤثر عليها وتخليك تقول لا أنا مش همشي كل ده عشان مفيش حاجة تتعمل وتروح مستخدم الفاست ترافل على طول. ذا ويتشر 3 ممكن يحصل فيها حاجة زي كده عشان نبقى صراحة مع بعض، بس المثال الأقوى لحاجة زي كده فاينل فانتسي 15. اللعبة دي كانت كبيرة بغباء وللأسف وقعت ضحية الحجم الضخم ده. اللعبة ذات نفسها معترفة تصميمها بالتأثير السلبي للحجم ده بأنها كانت بتقول بينها وبين نفسها هو اللي بيلعب مش هيلاقي حاجات كتيرة تلفت انتباهه أو مساحات كتيرة للعب تستغل ضخامة الخريطة، فنخلي العربية شبه ما تتسقش
وبتتحرك اوتوماتيك. اكيد طبعا في شوكوبوس كانوا موجودين وفي ابديت بيخلي في حريه كبيره في التحكم في العربيه دلوقتي، بس فاينل فانتسي 15 بحجمها الضخم ده يا دوبك هبص عليها هقول ايه الجمال ده، هروح لشويه حيوانات اضرب فيهم وبعدين هتعامل مع باقي اللعبه بخطيه بالفاست ترافل. فاعتقد لو كانت اللعبه دي اخذت الحجم بشكل معقول وخلت فيه قطعان منتشره من حيوانات حواليك زي هورايزن زيرو دون، او تخلي فيه مناطق في اللعبه بتستعرض بشكل مرئي حاجه من القصه بتاعت اللعبه او حاجات من اللور اكتر زي الاسترال وور اللي كانت موجوده في اللعبه، ففي فرص كتيره جدا للاسف فاينل فانتسي 15 ما استغلتهاش بشكل كويس مع الحجم الضخم للخريطه اللي المفروض كان يصغر شويه. الفكره ان حتى الطموح ورا حجم الخريطه الضخم كان مؤثر على العاب تانيه زي ما اتكلمنا من شويه عن باتمان اركم اوريجينز واركم نايت. فقبل ما نفرح بتصريحات مطورين عن ضخامه حجم الالعاب اللي بيقدموها لابد ان احنا نفكر شويه، هل العالم ده هيكون فيه تركيز شويه في تصميمه؟ هل هنفضل مهتمين باستكشافه او ان احنا نفضل نلعب من خلال العالم ده ولا لا؟ لان برضه وارن سبكتر استشهد بكلامه للمره الثانيه كان اتسال قبل كده هو ليه مش بيحب ان هو يعمل العاب عالم مفتوح ودايما مركز على التجارب الشبه خطيه، قال ان هو بيفضل يعمل عالم مساحته انش اللي هو 2.5 سنتيمتر بس يكون عمقه اميال، وده افضل من ان هو يعمل لعبه مساحتها ضخمه بس ضحله. وده سبب ان افكار وارن سبكتر لما اتنقلت الريبوت بتاع دي اس اكس شفنا تصاميم لمدن بيتقال عليها هابس، التصميم الصغير ده خلى المناطق دي فيها تفاصيل كتير تشد انتباه الشخص اللي بيلعب ومساحات كويسة للاستكشاف. طبعا انا مش بقول ان كل الالعاب تخلي مناطقها صغيرة بنظام الهابس ده، اللي انا عاوزه ان يكون في عقل في الحجم واستغلاله بشكل مناسب. نيجي بقى للنقطة التانية، انا عارف ان بعضكم ممكن اول ما يسمعها يختلف معايا، بس اسمعوا للاخر وفكروا فيها شوية. الميني مابس بتتوظف بطريقة تبوظ العاب عالم مفتوح كتير مؤخرا وبتبوظ حس الاستكشاف فيها. العاب ممتازة وعظيمة من حوالينا لو بصينا للميني مابس بتاعتها هنلاقيها انها عبارة عن جي بي اس تراكرز او حاجات بتغششنا بتقول في حاجة هنا روح خدها. العاب ممتازة زي جي تي اي وذا ويتشر 3 كان فيهم فكرة الخط اللي بيترسم وبيوجهك للمكان المفروض تروحه، او العاب يوبي سوفت اللي فاتت كلهم اعتمدوا على ميني ماب رميالك كمية ضخمة من الايقونات المفروض انك انت تروح لها. دي حاجة من الممكن ما تخليش الشخص اللي بيلعب حابب ان هو يستكشف ويشوف بنفسه ويوصل للهدف اللي هو عاوزه ازاي. عشان كده Assassin's Creed Origins وFar Cry 5 لما قالوا ان هم هيتخلوا عن نظام الميني مابس وهيستبدلوها ببوصلة زي اللي بنشوفها في العاب زي بتاعت بسازدا زي Fallout وElder Scrolls وكانت موجودة مؤخرا في Horizon Zero Dawn، كان ده قرار بالنسبة لي كويس جدا في رأيي ان احنا نهتم شوية باللي موجود قدامنا على الشاشة. او من ممكن يحصل بقى حاجة زي Legend of Zelda انك انت تستخدم ميني ماب بس على اطرافها انت محدد النقط اللي المفروض اي حد يروح لها بدون ما تحدد الطريق اللي بتمشي عليه، والغرض من باقي من الميني ماب انك انت تعرف التضاريس والجغرافيا بتاعت المكان اللي حواليك. فالمفروض انك انت عامل عالم تخلي الناس تحب انها تستكشفه وتمشي فيه بحرية، مش عالم تحدد الناس بشكل خطي ازاي يتحركوا من خلاله. في العاب بتدي امكانية انك انت تقلل الوسائل المساعدة دي زي The Witcher 3، بس ليه ما تشجعش الناس من الاول على ان هما ما يعتمدوش على حاجة بتساعدهم بشكل كبير؟ والفكرة ان في العاب كانت بتعمل حاجة زي كده فعلا وبقت بتستسهل مع الوقت زي Far Cry اللي كان فيها نظام مميز في التعامل مع الخريطة بتاعتها في جزئات تاني، وبعد كده اللعبة راحت للنظام جي بي اس تراكرز هي كمان. فدي كل النقط اللي انا كنت عاوز اتكلم عنها واغطيها بخصوص العاب العالم مفتوح من بعد مرور 4 سنين تقريبا من بداية الجيل الحالي. النوع ده من الالعاب من ممكن تطلع منه العاب ممتازة، العاب تحترم وقتك اللي بتستثمره فيها وتقدم افكار مميزة تخلي لكل لعبة تأثير كبير على اللي حواليها حتى لو فيها بعض العيوب الصغيرة. بس مشكلة ان الواحد لما يبقى محاط بالعاب كتير ما بتقدرش تستغل التصميم ده بشكل كويس ولا حتى تقدم فكرة واحدة كويسة او حتى تدفن افكار حلوة تحت افكار تانية مملة، بنلاقي نفسنا بنيجي في الاخر نقول كفاية وممكن ما نكونش متحمسين لألعاب تانية مستواها في الاخر بيكون عالي. يمكن من جوايا بحس ان لعبة العالم مفتوح
قريبة من انها تكون كاملة، اللي تقدر انها تجمع بين انظمة مصممة والعالم مفتوح زي انظمة التعامل مع AI، تقدم مساحات يظهر فيها قلب التجربة بتاعت الجيم بلاي. اللعبة تستعرض قصتها بشكل مرئي في العالم ده، وتخلي العالم ده مثير للاهتمام وبيشجع على الاستكشاف بطريقة مبتكرة، ويكون عالم حجمه معقول مناسب لانه يخلي التجربة بفهاش لحظات من السكون والهدوء. او حتى مع استمرارية اللعبة كسلسلة، طموح الحجم ما يأثرش على هويتها. اعمل لي كل ده في لعبة واحدة او سلسلة، وانا ممكن اقولك ان انت عملت اعظم وافضل لعبة عالم مفتوح في التاريخ. النقطة اللي انا اتكلمت عنها اعتقد لو اتحطت في الاعتبار مع الالعاب اللي هتتقدم في المستقبل، من الممكن هنلاقي العاب كويسة جدا. عن نفسي شخصيا متفائل بطموحات لعبة زي Days Gone في استغلال عالمها، وفي نفس الوقت عندي علامات استفهام عن سبب اتجاه Death Stranding ناحية التصميم ده، وهتستغل انهي فكرة في تقديم العالم بتاعها، والغرض منه هيكون ايه، ويا ترى CD Projekt هيكون اتجاههم في تصميم Cyberpunk 2077 ماشي ازاي. فبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. انا مستني المناقشات بتاعتكم في الكومنتس تحت، وياريت لو اي حد عاوز يشوف فيديوهات اكتر عن يعني جوانب التصميم بتاعت الالعاب، ياريت ان هو يعمل شير للفيديو ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش انكم تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.